في قناة حنبال، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، رمضانكم مبروك وإن شاء الله كل عام والأمة الإسلامية حية بألف خير. تجربة جديدة نخوضوها خلال البرمجة الرمضانية لقناة حنبال عبر برنامج في ضيافة دبلوماسي، في ضيافة دبلوماسي رحلة عبر القارات، في ضيافة دبلوماسي فرصة وجولة باش نتعرفوا على عادات وتقاليد البلدان العربية والإسلامية خلال هالشهر الفضيل. في ضيافة دبلوماسي في عددها الأول باش تحل ضيفة على جمهورية السودان. والطمأنينة في الشهر الكريم، كما يعتبر شهر رمضان المبارك فرصة طيبة لأهل السودان للاحتفاء به وإبراز قيم الكرم والشهامة والمروءة والتكافل الاجتماعي والترابط لتعزيز العمل الجماعي المشترك. وتقوم الدولة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بدعم الجهود الاجتماعية لتكتمل اللوحة الرمضانية هناك من خلال التحية المحببة لأهل السودان رمضان كريم، ويكون ردها الله أكرم، وهي خير عنوان ومدخل للتلاقي وكتاب مفتوح لدلائل الخيرات بين الناس. القيم الدينية التي تسود في المجتمع السوداني تجعل رمضان مناسبة عظيمة في كافة الجوانب الإنسانية، فيتعافى المجتمع بالتسامح ويقوى بتمسكه بدينه وتبصره لمعالم طريق الصلاح. تتقارب العادات والتقاليد الرمضانية في السودان عند معظم القبائل، ويشتركون جميعا في أن هذا الشهر هو للخير، لذلك عادة ما يذهب الجيران لطلب العفو والمسامحة قبل دخول رمضان حتى تكون النفوس هادئة لا تحمل حقدا. ومن أهم ما يميز رمضان في السودان عادة الإفطار الجماعي ما بين الجيران في الشوارع، عادة ما زال أهل القرى يحتفظون بها وببعض الأحياء الشعبية في العاصمة السودانية. والإفطار الجماعي في الشوارع يختلف في طريقته من القرية إلى المدينة، ففي القرى يقوم السكان بقطع الشارع واعتراض الباصات السفرية وإجبار المسافرين عن النزول وتناول الطعام، وذلك عن طريق وضع العمامة السودانية في منتصف الطريق. وما دمنا أتينا على ذكر الطعام، فالمائدة السودانية في رمضان تحفل بمجموعة من الأطباق التقليدية المتوارثة عبر الأجيال، ومن بين أشهرها العصيدة، وهي الطبق الرئيس في المائدة الرمضانية، وتختلف مكوناتها من منطقة إلى أخرى.
ومن العادات السودانية القديمة المتوارثة الآخذة في الانحسار المسحراتي الذي يجوب الأحياء ضاربا بالطبل لتذكير الناس بأهمية السحور ووقته، وكانت تتم في شكل جماعات لكنها الآن أصبحت تمارس في نطاق ضيق في المدن لأجل المحافظة عليها، فيما لا تزال موجودة في الأرياف، وبذلك تكتمل اللوحات الرمضانية السودانية بأنشطة حيوية متنوعة تتكامل وتتناسق لتصب لصالح قيم رمضان الدينية. جل هذه العادات والتقاليد الرمضانية في السودان نكتشفها اليوم من خلال سفيرها في تونس. أهلا وسهلا معالي السفير، تشرفوا، رمضانك مبروك، وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير، وشكرا على قبول الدعوة. أخرى سعادة السفير، رمضان مبارك عليكم وشكرا على قبول الدعوة باش يكون برنامج في ضيافة دبلوماسي اليوم حاضر من خلالكم باش نتعرفوا أكثر على العادات والتقاليد لجمهورية السودان. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة ثانية مرحب بكم في بيت السودان، وأحب أن أنتهز هذه الفرصة نهنئ الأمة الإسلامية قاطبة والشعب التونسي حكومة وشعبا لهذه المناسبة الدينية العظيمة التي يجلها كل المسلمين، وتوجه بالشكر الجزيل لقناة حنبلة لهذه الاستضافة وهذه القناة المتميزة، وشكرا جزيلا على كل الطاقم وعلى هذا اللقاء وعلى هذه الزيارة. شكرا. مرحبا، أنا مستعد للإجابة على أي سؤال إن شاء الله. إن شاء الله. سؤالي الأول سعادة السفير، نحب نعرف حسب معلوماتي عندك هذا ثاني رمضان في تونس، كيفاش لقيت الأجواء، كيفاش تأقلمت؟ طبعا يعني زي ما أنت تفضلت، أنا لي سنة وتقريبا 5 أشهر، ومش أول مرة أجي تونس، حيث أنا اشتغلت في ليبيا في فترة من 2005 إلى 2009، وفي هذه الفترة زرت تونس 3 مرات. طبعا تونس يعني مشهور بأنها بلد السياحة وبلد المضياف وكذا، وكان لابد أن أزورها وأنا في ليبيا، ومن ذلك الوقت يعني كونت فكرة عنها يعني وعن شعبها، وبالتالي لما حضرت هنا واشتغلت يعني شغل رسمي، فأول رمضان اللي كان العام الماضي كان رمضان حافل جدا بالدعوات وبالصلوات في المساجد المختلفة، ويت الشعب التونسي شعب يعني يحب الدين ومتدين بطبيعته وفطرته، ويحب رمضان ويحب الصيام، وكذلك يعني المساجد تلقاها ممتلئة جدا في التراويح وكذا، فأخذت يعني الانطباع هو نفس الشيء الموجود في السودان أيضا. احنا في السودان أيضا نجيل رمضان جدا ونحبه ونقدسه ويعني نتقرب فيه الله سبحانه وتعالى كثيرا يعني، فما وجدت أبدا فرق كبير بين السودان وتونس. نقاط التشابه بين السودان وتونس، فيش نجم نتشابه؟ والله يا شعب كما ذكرت يعني في العادة والتقاليد والاستقبال رمضان، احنا قبل يعني رمضان لو حبيت نخش في يوم رمضان، احنا قبل رمضان مثلا مما ياتي عندنا يعني استعداد كثير، استعداد على مستوى البيت وعلى مستوى المساجد وعلى مستوى الدولة. على مستوى الدولة يغيروا مواعيد العمل، يعني اعطوا الناس فرصة شوية للرجال الممكنين للبيت عشان يستعدوا للعبادة وكذا، والمساجد ايضا يعني تصان وتزين بالأنوار ويجدد الفرش وكذلك إذا كان المكيفات أو المراوح له أنوار وكذا، حتى يعني يهيئوا الجو المناسب للعباد ولصلاة التراويح وكذا. أما بالنسبة للأسرة والطعام، هذا شيء يعني ممكن تكلمكم عنه المدام بعدين، إعداد الطعام فيها أطعمة معينة مشروبات وأكلات تعد قبل مدة يعني من رمضان، قبل شهر، قبل 15 يوم وكذا. خلينا نخليه السادة المشاهدين متشوقين للأجواء الرمضانية. خلينا ناخذهم ساعة للجانب التاريخي، خاطر اللي نعرفوه اللي ما بين تونس والسودان هناك جانب تاريخي، هناك علاقات قديمة. طبعا يعني الان في الوقت الحالي في عصر العولمه وقبل عصر العولمه وفي العصر الحديث يعني حصل التواصل اصبح سهل، ولكن قبل هذا العصر وفي عهد الاستعمار لما تونس كان يحكمها البايات وكان السودان في ذلك الوقت يعني ممالك مختلفه، العلاقه بين السودان وتونس في ذلك الوقت كان في واحد اسمه محمد عمر التونسي، هو مؤرخ والف هذا الكتاب اسمه وتشحيز الاذهان بسيرة بلاد العرب والسودان، وهذا التونسي يعني خرج من هنا إلى هو حقيقة أبوه مش هو، مشى الحجاز، ومن الحجاز
المفروض يرجع بعد الحج، لكن لقيته مجموعه من السودانيين مشوا للحج من مملكه اسمها مملكه السناب، فشافوه رجل عالم ورجل يفتي في المذهب المالكي، قالوا انه خلاص احنا برضه مالكيه زيك، لازم تروح معانا الى السناب وتعلمنا الناس. قال لهم خلاص اروح هناك. جاء مملكه السناب وجلس وتزوج واصبح يعني رجل له مكانته. في هذه الاثناء هو خلاص قرر انه يرجع الى تونس، يرجع مين؟ ما حيرجع الحجاز او يرجع بصل، جاء يمشي الى دارفور، من دارفور يجي الى غرب افريقيا، ومن هناك يجي الى تونس. جاء دارفور هناك برضه ايضا ناس من مملكه دارفور نصفوه في سلطه اسمها سلطنه دارفور. الكلام ده قبل الحكم التركي في بدايه القرن التاسع عشر. كان في مملكه اسمها مملكه دارفور او سلطنه دارفور ومملكه السنار في 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 وسط السودان، في شمال السودان في ملك اسمها سوبا. فهذا العالم لما تم فتره طويله وما رجع، ولده حب يرجع يمشي يشوف ابوه وين. فمشى وسال وسال لحد ما عرف ان ابوه جاء السودان وتزوج وكذا. فجاء من مصر هناك لقى قافله جايه دارفور، قافله اسمها يعني طبعا زي ما تعرف كان في تبادل منافع بين السودان ومصر. مصر. السودان يصدر لمصر في ذلك الوقت المنتجات المحليه، الحبوب والريش النعام وسن الفيل لما قبل يحرمها يعني القانون الدولي وكذا، ومنتجات المحليه، ويجي من مصر الحلوى والسكر والمنسوجات وكذا باعتبار انه هذه يعني تنتج في مصر. فجاء مع غافله ورجل يعني صاحب والده اكرم واكرام شديد لحد ما جابه ولقى ابوه هنا في دارفور. بعد ذاك يعني قعد فتره من الزمن وهو نفسه استقر والف هذا الكتاب. هذا الكتاب يعطيك لمحه، وحتى كان يقارن بين الحياه في افريقيا او في بصفه عامه في السودان بصفه خاصه وفي تونس. وجد المذهب المالكي، وبعد ذاك هو ذهب الى الكلام عن الجغرافيا وعن التاريخ وعن العادات وعن الممالك اللي كانت موجوده في ذلك الوقت. كان في تشات في ملك اسمه مملكه وداي ايضا اعطاها حقها، يعني هي كانت مملكه اسلاميه برضو في ذلك الوقت. فهذا الكتاب قيم، والان هو المرجع الوحيد تقريبا الى تاريخ دارفور عن العادات والتقاليد والقبائل والحروب وطريقة المعيشة وكذا يعني. وسر احتفاظك ولا سر الكتابة ذي كونه يكون معك؟ لا أنا شوف ده وجدته في السبان، لكن أنا هذا الكتاب اشتريته قبل 10 سنوات جيت في السودان هناك قبل ما تجي لتونس. أيوة قرأته مرات ومرات، عشان كذا لما جيت لقيته في مكتب السفارة. هذا ما في لي، هذه مكتب السفارة، لكن كل من وقت لآخر أنا أطلع عليه وأقرأ يعني وأشوف يعني فعلا أشياء قالها الآن ما وجدوها إلا في هذا الكتاب عن دارفور. هو مؤرخ فرنسي آخر يعني. فسبحان الله يعني هذه تكون في ميزان حسناته إن شاء الله يعني. إن شاء الله. هذه لمحة تاريخية أكيد. نعم. على التاريخ اللي يربط تونس والسودان، لكن كيقولوا السودان يقولوا بلاد غنية بعاداتها وتقاليدها وموروثها المادي. من أبرز الأشياء اللي نجموا نعرفوا السادة المشاهدين كيقولوا باش نزوم في رحلة إلى السودان، شنية الحاجات اللي شوف في السودان هذا إذا حببت تتكلم عنه جغرافيا تاريخيا طبيعيا يمكن تألف أسفار، ولكن باختصار السودان كان طبعا يعني دولة كبيرة، هي كانت أكبر دولة عربية وأكبر دولة أفريقية قبل انفصال الجنوب في 2011. بعد انفصال الجنوب أصبح هو الدولة الثالثة بعد الجزائر وبعد الكونغو الديمقراطية مساحة. أما من حيث الموارد طبعا هو فيه موارد طبيعية لا تحصى ولا تعد. أول حاجة فيه الإنسان طبعا كمورد بشري، بعد ذاك فيه يعني موارد المياه، عندنا أنهار نهر النيل اللي هو يتشكل من نهر النيل الأزرق ونهر النيل الأبيض، وعندنا أنهار فرعية كثيرة جدا لا تقل عن نهر النيل وعن نهر النيل الأزرق، اللي هي عندنا الدندر وعندنا عطبرة وعندنا عندكم نقطة أيوة تشابك بين النيل الأبيض والنيل أيوة الأزرق. نعم سماها المقرن، تلتقي في الخطوط المقرن يعني. أيوة وهي يعني تشكل لوحة جميلة جدا لو شفتها وصوروا لك من الأعلى يعني. فبالتالي السودان الموارد يعني اللي فيه لا تحصى، أول الموارد المعدنية فيه الذهب، فيه اليورانيوم، فيه البترول. أما الموارد الأخرى فيه ينتج كل أنواع الحبوب الغذائية والحبوب الزيتية، مثلا السمسم، السمسمو الجنجال هنا، والفول السوداني وزهر عباد الشمس. وكان عندنا مشروع اكبر مشروع في افريقيا اسمه مشروع الجزيره، مشروع مروي كان ينتج القطن، وكان هو المشروع مش سنه 1925، كان اقتصاد السودان يعتمد عليه اعتماد كبير جدا. وعندنا محصول اخر نقدي اسمه الصمغ العربي. هذا السودان ينتج 85% من الانتاج العالمي كله. الصمغ العربي. ايوه الصمغ العربي، والان السودان تحكم في 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 هذه البورصه العالميه للصمغ. كذلك عندنا الفول السوداني، هذا ايضا يعني من الحبوب الزيتيه. والموارد الاخرى ايضا يعني عندنا اشياء كثيره جدا. الان السودان في ناحيه الغذاء ما يحتاج لاي غذاء من الخارج، لكن الحروب الان المشاكل هذه اللي تخلي الناس يعني عدم الاستقرار هو الذي يؤدي الى الحاجه الى الغذاء كذا يعني.
نرجع شوية الأجواء الرمضانية، واللي نعرفه رمضان في السودان تبدأ الاستعدادات ليها قبل فترة كبيرة. نعم كما أسلفت أنه المساجد تتزين وتستعد لاستقبال المصلين، وكذلك يعني عندنا شيء مهم جدا اللي هو الإفطار الجماعي. كل الناس الساحات بين البيوت وفي الحارات وفي الشوارع يعني نظف هذه الشوارع باعتبار أنه يطلعوا هذه الفرش والزرابي وكذا عشان الناس تفطر برا، ما في حد يفطر جوا بيته. تأتي بأكلك يعني تجد مائتك فيها أكلك وشربك، ومش لأنك أنت يعني لا، من للضيوف الناس عابرين الطريق وللناس العزاب الساكنين في الحي وكذا، ما في حد يعني. فكل العاده دي موجوده في السودان، وانا اعتقد انه هذه العاده ليست يعني صحيه اسلاميه، ولكن اللي يقرا في التاريخ كان في القرن الخامس قبل الميلاد كان الفرس غزو مصر، ومن مصر فيها حاكم اسمه قابوس رسل بعض الجواسيس الدبلوماسيين لمملكه النوبه، وكذا كانت مملكه يعني وثنيه، مش كانت او كانت لا كان وثنيه قبل المسيح الكلام ده. فوجدهم عندهم حاجة اسمها مائدة الشمس، مائدة الشمس هذه كان الناس يطلبون في الساحات المفتوحة ويذبحوا الذبائح بالعشرات وبالمئات ويأتون بالخبز وبالمأكولات الأخرى يبذلوها للناس لكل محتاج يعني. فهذه الآن إلى الآن افتكرت قد تكون هي نواة تصير تمسك السودانيين بالإفطارات الجماعية. فالاستعداد أيضا على مستوى البيت، يمكن المدام تكلمكم عنه، في مأكولات معينة، في مشروبات معينة لا تجدها إلا في رمضان وما تجدها إلا في السودان يعني، طريقة صناعتها وطريقة يعني إعدادها وكذا يعني، مشروبات ومأكولات. نعم ذي على مستوى البيت، لكن على مستوى الدولة أكيد هناك العديد من الاستعدادات اللي تقوم بهم الدولة السودانية. كما قلت توا فما الموائد الإفطار، معناتها وين ما تمشي في السودان باش تكون موجودة موائد الإفطار هذه اللي شفناها. نعم فقلت لك الدولة تستعد يعني تتقصر ساعة العمل ساعة كاملة باعتبار أن الناس يرجعوا قبل مدة لبيوتهم عشان يهيئوا نفسهم للإفطار. وبعد الإفطار عندنا ثلاث تراويح صلاة مهمة جدا يصلون له الناس يعني، كان في السابق صلاة عادية لكن في الأول الأخير بدأوا الناس يصلون بجزء كامل يعني. وبعد التراويح في العشر الأواخر عندنا شيء اسمه التهجد، كمان شايفه في كل المساجد يعني. ولكن الدولة يعني تحتفي بالناس وتعيد حاجة اسمها سلة الصائم هذه يعني تعطي الناس يعني ما تيسر، خاصة الفقراء يعني، يعطوك مثلا 50 كيلو حسب الوضع، المؤسسة كانت حكومية أو مؤسسة خاصة تعطيك 50 كيلو سكر أو 10 كيلو سكر أو 15 أو 10، ومعها شنو؟ معها زيت، معها أرز، معها سكر، معها شاي، معها توابل أخرى يعني، كلها يعطوك لها مجانا يعني كل الناس، حتى الناس المقتدرين ياخذوا منها يعني. فتعطيك صوره من التكافل للناس يعني. قبل ما ندخلوا اكثر ونخوضوا اكثر في المطبخ والمائده الرمضانيه السودانيه، احنا متواجدين في اقامه سفير السودان في تونس، وريت برشا حاجات تاريخيه، برشا حاجات من التراث كنت تحدثنا عليهم، نعملوا جوله نتحدثوا عليه. نمشي شارع النيل. سعادة السفير تنضم لنا سيدة فاطمة أكيد. نعم. زوجتك. نعم. مرحبا بك ورمضانك مبروك مرة أخرى سيدة فاطمة. مرة أخرى مبروك عليكم رمضان، وشكرا جزيلا على مجيئكم لنا. شكرا، وإن شاء الله من خلالك زيدة أن نكتشف المرأة السودانية ونكتشف العادات والتقاليد الثرية للسودان إن شاء الله. اللي نعرفه على المرأة السودانية اللي هي مرأة حريصة على منزلها ومطبخها وتحضيرات رمضان خاصة. صحيح والله. إن شاء الله بنشوف. خلينا نشوف معاك سعادة السفير، قلت لي السودان عنا الأواني، قلت لي خلينا نحكيو عليهم اللي هي جانب من جوانب التاريخية للسودان، الأواني هذوما، قلت لي الخشب زادة تتميز به. نعم، مصنوعات الخشبية هذه طبعا من نوع من التراث ومن يعني مصنوعات يدوية للزينة، ولكن في السابق كان قبل يعني الحضارة الحديثة كان الموائد السودانية تتشكل من مصنوعات محلية، القدح والكاس والوحدة الصينية والخزف كلها مصنوعات، حتى المشروبات مثلا الماء يقام في شيء اسمه البرمة، في شيء اسمه القلة، في شيء اسمه الزير، دي كلها مصنوعات يدوية من الخزف. ولكن الآن الحكاية تغيرت بعد الثلاجات وبعد الوسائل الحديثة يعني، صحت مشينا في العصر. نعم أيوه، حتى المصنوعات الخشبية والقرع هذه كلها تخلص منها، وأصبحت يعني مع الناس يعني تجيب المصنوعات الزجاجية والكريستال وكذا وكذا يعني. نعم، ولكن مثلا عندنا إلى الآن في ناس محتفظين هذا الشكل، هذه
للقهوة، قهوة لازم في رمضان يكون في اسمها احنا نسميها الجبنة، لكن هذه لازم القهوة يشربها في هذه، ويكون في فلتر فيها هنا وتشرب القهوة لازم يعني عشان يكون الكيف يعني في القاعدة بتاعتها يعني. ايوه وذاك هذه القاعدة بتاعتها هذه القاعدة ايوه هذه القهوة يعني ضروري جدا للناس اللي يشربوا القهوة هناك، ضروري لازم يشربوها في حاجة زي دي يعني قهوة أساسية كده. أيوة في نعم أيوة. في رمضان بالذات نعم في رمضان بالذات نعم نعم, نعم, نعم. بعدين ذاك شيء ما عنده علاقة برمضان لكن برضه من الاسم والروح التراث ده بيعملوه في بنقول لك جرتك في الزواج لو في بيخطوا فيه الريحة وبيعملوا به للعريس العروس العروس الحق يسموه الحق بالعربي. هذه جزء طبعا مصدر طبيعي من حضارة المصورات، حتى اسم المصورات والنقعة دي كلها مصورات، والنقعة والبركة الجبل البركل ده هو تقريبا يعني أس الحضارة السودانية يعني في كل يعني الأهرامات الموجودة يعني بالعشرات، وهذه النقعة والمصورات برضه مملكة مروي مملكة كوش دي كلها حضارات قديمة موجودة الآن أثارها موجودة وحتى عندها لغات مختلفة يعني موجودة، والناس فكوا الرموز بتاعته ويعرفوا أساس الحضارة والحكام اللي حكموا السودان، وفي أسرة برضو 25 أظن حكمت مصر وكذا يعني، فكان في يعني تاريخ في تاريخ كوش قديم جدا. ولو لاحظت هنا برضو في بعض المقتنيات اللي جوا من الآثار القديمة دي يعني أواني فخارية من المرمر دي من عصر نبتة برضو مملكة اسمها نبتة اللي هي كوش سنة 600 قبل الميلاد. سيدة فاطمة اللباس السوداني زاد مميز احكي لنا عليه شوي. يعني لباس سوداني هو يعني يمكن ما انا ما شفته الا في موريتانيا عندهم نفس اللبسة لكن بيلبسوها مختلفة. فمن يعني مئات السنين المرأة السودانية يمكن قريب لانها تكون حجاب بتلبس ثوب وشو يعني يسميوه؟ ونحن بنقول له ثوب ثوب بنقول له ثوب، لكن بعد ذاك يعني هو كان بسيط لكن ثاني بعد ذاك الناس بدوا يغيروا فيه يعني يغيروا فيه ويواكب العصر ويواكب العصر يكون يعني كله مع بعض مع الموضه مع شنو كله وفي الوان مميزه في الوان مميزه فيه وكذا يعني ويختلف من محافظه لاخرى. والله كله لا كله واحد يعني الناس تلبس لكن ممكن ناس بتختلف على حسب طبقاتك انت بتقدر تشتري واحد يكون غالي ولا يكون مميز ولا تقدر تلبس حاجه بسيطه كله بتلقاه يعني موجود يعني بالسوق بتشتري على حسب المقدره بتاعتك. انا نحب نخوض التجربه مع سيده فاطمه ونحب نلبس الثوب السوداني اللي هي اقترحت عليا باش نرتديه، وكي تحيه للسيدات السودانيات اكيد. شكرا لك. خلينا نخوض التجربه. شكرا جزيلا. كيفاش تلبس؟ تشرفينا. انا اكثر. انا اكثر. لما انت عشان تلبسيه حطوا لك من هنا عنده لبسه معينه نجم نساعدك يعني نحط لك كده عشان ما يقع منك او ما يطيح زي ما بيقولوا. هاي حفظ تونسي سيده فاطمه. هاي حفظ تونسي شويه. يلا تمام دخلي يديك. ايوه يلا تطلعي من هنا. شنو تعرف اخر في اللغه التونسيه؟ ما كثير برشا برشا. اي برشا برشا. اي برشا برشا. في الاكليت التونسيه شنو تعرف؟ على الكسكسي نحن برضو من بدري يعني شفناه في ليبيا والان في تونس هو نفس المشترك مع ليبيا فاكله حلوه يعني لكن باقي الحاجات كلها زي بعض يعني اذا كانت طبعا حاجه سهله يا سلام حلوه سهله ومزيله حلو حلو شديد حاجه مزينه وسهله وسهل وده خفيف شويه عشان كذا اي والقماش والديزاين مشي مع العصر مع العصر تونسية سودانية تونسية سودانية ما شاء الله. شكرا سيدة فاطمة. سيدة فاطمة بالنسبة للمطبخ ونقول لكم ان المطبخ السوداني ثري وثري جدا لكن في كلمات هك باش تشوفوا عندهم الحلو والمر اما هذا حلو حلو ورا ومش حلو مر فما مشروبات سيدة فاطمة خاصة بشهر رمضان ويقع اعدادها خصيصا لشهر رمضان. نعم
ماذا نقولوا احنا بالتونسي ما يتقطعوش على الطاوله في رمضان. نعم. نحن في السودان عندنا المراه يعني من قديم الزمان لحد هسه يعني موروثاتنا اللي هو اللي اسمه حلمر او الابري. الابري. ايوه. وده هو بالعمل من الذره. يعني يعني انتوا بتقولوا له انبات، احنا بنقول له زريعه، بنزرعها وبنبتها وبعد ذاك تنشف وتطحن نرحيها، وحتى بعد ذاك بعد الطحن يعجنوها وتتعامل زي الخبز او الكسره. كسره. وبعد ذاك يلا قبل ما تدعس بتضاف لها كل الحاجات دي، هنا الكركديه، الرنجوليس، شويه من البهارات كلها تتخفى في الخلمطه. نقولوا احنا بالتونسي نقولوا التوابل. التوابل كلها بتتخفى هنا، لكن فيها جنزبيل، فيها قرفه، فيها هبهان، فيها كل فيها الحبه البركه كلها تضاف في العجينه دي. وبعد ذاك تدعس تكون مطبقه كويس، يعني لانها جايه من هناك اتكسرت وتطبق زي القمردين. لو هي جيت من السودان؟ دي جات من السودان. من السودان. اي من السودان. يلا دي بتتعمل لازم في رمضان. بعدين فيها فوائد كثيره. ليه؟ لانه التخمير بتتخمر يوم كامل لحد بكره حتى تدعس. 24 ساعه. 24 ساعه. يقوم المراه السودانيه بتخميرها. وخدتها يعني بيعملوها في شنو؟ في بيقولوا لها الزير او البرمه. أنا ما عارفة عندي. نقولوا احنا طاجين مثلا. طاجين كبير ده. ويكون فخار ولا فخار؟ أيوه ده كان زمان، هسه بيبقى عادي في أي حاجة، ممكن في الأواني العادية دي تتخطى فيها. وبعد ذاك يلا دي تكون في شهر رمضان الناس بتشيلها كل يوم، مثلا لازم مع المشروبات الثانية لازم يكون في أبري أو حرمر. تخط اثنين ثلاثة وبعد تبلى اي من بعض كيف خفت لنا نقول لكم الحلو ومر وكي تمشي للسودان تنسيوش الابري. نعم قلتها صحيح. ايوه اي وبعدين هو لانه بيقطع العطش، بلدنا نحن هنا في السودان حاره شوي فبيقطع العطش او بيخلي الواحد ما عطشان بعد يشرب، يعوضوا على نهار صيام. نهار صيام. وغير كذي الذره او الطحين اللي بيتعمل بعد ما يتخمر القيمة الغذائية بتاعته بتزيد، فعشان كده هم يعني بيكون فيه فيتامين سي كتير لأنه بيخليه كل التوابل والحاجات دي، ويكون هو ذاته يعني حاجة غير ما إنك تعمليها يعني تجيبي حاجة ساية يعني. وده اسمه الكركديه. هو ده اللي وريته. أيه. الكركديه. كيفاش يقع تحضيره هيك؟ ده بس بتبليه بتبلى وبتصفى. في يومه. فيهم يعني ما داير لي ساعه ولا نص ساعه بتبلوا وبيصفوا. وعندنا هناك بنزرعوا ده. يعني عندنا مناطق بتزرعوا زي غرب السودان برضه بيزرعوه بكميات كبيره وبعدين رخيص يعني ما غالي كويس يعني. وده اسمه التبلدي او الانجوليس لانها نزله الشجره بتاعت التبلدي. والشجره حق التبلدي او الثمره حقتها هي شجره. هي شجره ودي فيها الثمره حقتها. والثمره دي عباره عن يعني حاجه كده كبيره يعني ممكن تكون يعني دي داخله زي القشره. القشره من برا بتتكسر وتطلع منها كيف ملوز كيف ما هي تقريبا زي تقريبا لكن كبيره. وهي زيد نلقاوها مزروعه في السودان. دي في السودان هي برضو بتتلاقي في غرب السودان في غرب السودان. ايوه فدي برضو العصير بتاعها جميل وفيه فيتامين سي كثير. اكتشفوه هسه بيقولوا له البابا ولو سمحتوا بيه فيه حاجات كثيره بيقول لك الكوليسترول بينزله وبيعمل يعني عندها فوائد طبيه. اي فوائد طبيه كثيره. البطن لو عندك مشكله في بطنك برضه. وهذا العصير. ده العصير بتاع البرتقال اللي زاد في رمضان من الاساسيات بتاع المائده الافطار. ايوه يا برتقال يا ليمون يعني السترس بتاعتكم دي نحن بنستعمله برضه في رمضان نعاوده نعم تسكين.
الحلو مر موجود 30 يوم على الطاولة السودانية، وهذوما يتراوحوا نقولوا احنا كل مرة، أما الحلو مر لازم يكون تجربة معاه. سيدة فاطمة، هالحبيبات فيهم سر قتلي وفيهم فيتامينات وفيهم منافع كبيرة وكبيرة جدا. نعم، وهو بقوم في يعني ممكن تقول عليه في البرسة يعني ما بالزريع، برية، نبتة برية، برية يلقوها وياخذوها وبعد ذاك يعني بقت وصفة طبية يعني لأنه لقوا فيها فيتامينات منافع كثيرة بالنسبة للمرضى بتاعنا، النقص الفيتامين حديد كله. وشنو تتسمى؟ باسمها القضيم. القضيم، القضيم. بعدين فيها سكر يعني طعمها سكر، يعني لو ما قدرت تعملي فيها سكر ممكن تعمليها من غير سكر. فيها سكر، فيها سكريات زيها وزي ده كلهم بريات يعني. يمكن يكون ذلبة الزرع لكن شجر كبير لكن دي صغيرة. هذه المفتحات بالنسبة للمعدة السودانية، لكن مازال 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 فارية كما قلت لكم. الحلو والمر بعد لا الحلو والمر ده اخر حاجه، اخر حاجه احنا ما بنفتح بيه الفطور. الفطور اول حاجه بالبلح بالتمر او التمر وشوربه سخنه شويه. هذه شنو بيش المكرونه دي؟ هسه حقت خضار، احنا بنعمل خضار مرات ولحمه، يعني ممكن نعمل شوربه بتاعت لحمه، ممكن نعمل خضار. بعد ذاك دي اللي هي البليلة حقت حمص، عندنا نحن بليلة بتاعت حمص وممكن لوبيا، بنعمل اشكال برضو من البليلة وماء وحمص وحمص، وبعدين جد بنطعمه بالملح وخلاص. في شوية يشبه شوية احنا عنا في تونس اللبلبي، يعني احنا نزيدوه الهريسة، هريسة نزيدوها الكمون ونزيدوه الخبز. ايوه تعالي تعملوها. ودي اسمها برضها بنقول لها سلطة الروبة، احنا بنقول لها انت بتقول لها سلطة الروب، بتقول له الرايب. رايب فدي سلطة الرايب، بنعملها برضو فيها جزر وفيها خيار ومعها الرايب برضو، دي تكون أساسية في الأول يعني في المفتحة الفطورة. وهي شربة، وهذه ما شربة ده ملاح أو مرقة للعصيدة. العصيدة الشهيرة للسودان. هذيا كيف ما الحلو والمر عندهم العصيدة. ثاني طبق شهير وشهير جدا السودان. العصيدة كيفاش تتحضر؟ دي بس موية نحطها في النار ومعها عندنا الفرينة، انت بتقول لها فرينة نحن نقول لها الدقيق، لكن يا دقيق بتاع ذرة بيتخمر والواحد ماي مخمر ونعمل فيها وبس تلقى. والمرقه بتاعها حتى احنا في تونس عندنا العصيده الحاره اللي بالمرقه. والله المرقه بتاعتها فيها البصل، فيها اللحمه المفرومه او المرحله، ونعمل فيها الصلصه، وبعدها بنكون فيها البيكه اللي هي انت بتقول لها القناويه، ان احنا برضه بنرحيها بتكون ناعمه وبنكون باكيه. العصيده موجوده 30 يوم، 30 او في ناس 30 يوم زينا نحن كده بناكلها 30 يوم مع الحاجات الثانيه الدايري اكله يعني. دي المرقه بتاعتها، المرقه اللي تبع العصيده دي بنقول لها تقليه. دي التقليه. لكن وفي واحده ثانيه هذه معلش دي بنقول لها نعيميه برضو، برضها مكوناتها برضو الرايب مع
معاه نفس الشيء البصل محمر، احنا بنقولها تقليه او بنقلي البصله وبنعمل فيها الصلصه حتى نكون فيها الرايق. المطبخ السوداني يعتمد كثيرا كثيرا على الخضار صحي. صحي ما هوش دسم معناتها فيه نلقاو الخضر نلقاو اللبن نلقاو عندنا منا متنوع مازال السفرة هم يقولوا سفرة احنا نقول والطاولة مازالت السفرة. سألتها قلت لها شنو هي اسمها، قالت لي كسرة. احنا في تونس الكسرة هي الخبز وما خبز، لكن خبز على شكل نقرب لكم بالتونسي. خلينا نمشي مني نحفظهم شوية مكلة. احنا عنا الملاوي فتيت لفتيت لفتيت برضه هذه تتعامل بنفس الطريقه بتاعت الدقيق العجين اللي هو دقيق نعمل نخمره وبعد التخمير هذا يتحضر يوميا ما يعني اذا دايرينه في رمضان في ناس ياكلوا كل يوم في ناس ما بياكلوا. هذا لفتيت احنا عنا احنا نقولوا لفتيت هما يسميوه بالسوداني الكسره. وهذا احنا الفطير برضه بنقول له فطير. فطير في واحد يقول له فطير. بعد المفتحات فما ثاني عندنا ده اسمه الفول. الفول اذا عرفوه فول معروف اللي عندكم انتم برضه فول مدمس. احنا المدمس فول مدمس كيف المدمس. نفس المدمس لكن احنا بنعمله بطريقه غير، بيكون نبيله من بالليل نجي الصباح نشده في النار ويبدا بطريقه دي. والابيض هذيك ودي جبنه جبنه وناخذ فيه زيت في خلاص. دجاج عادي وده دجاج صبور دين محلات مشتركة. وهذيك وديك طعمية ولا قولها فلافل لو بتعرف طعمية. طعمية كيف ما مصر كيف مصر نفسها هي نفس الحمص ده بنطحنه وبعد ذاك نطعمه ونعمل له بيقولوا عليها شنو باكن بودر أو خميرة وبش يخمر عشان شوية يترفي ونطعمه بنعمل له كل الحاجات التوابل وبعد ذاك ندعمش في الزيت وديها فطاير. فطاير نقول لها فطاير تكون محشوه حشوه يا جبنه يا لحمه. هذه لحمه ودي اللحمه نحن بنقول لها لحمه محمره اللي هي بتاعت العلوش حقنا بنقول لها ضان ضان. وديك الارز الارز معلومه لكن اكثر حاجه اللحمة تتناول اللحمة عادي. نتفضلوا؟ تفضلوا. قعدنا على الطاولة ومعنا سعادة السفير، مرحبا بك مرة أخرى، والسيدة فاطمة. وباش نتذوقوا بعد ربع ساعة يكون أذان المغرب إن شاء الله. إن شاء الله ربي يتقبل صيامنا وصيامكم. سعادة السفير قلت لي نرجع للنقاط تاع شباب قبيلة وإحنا في الأوف نحكيو في لغاتي، قلت لي فما أمثلة تونسية تتشابه مع الأمثلة السودانية، فما كلمات. نعم في كلمات كثيرة جدا يعني خاصة في جنوب تونس. أنا لقيت كلمات يعني برشة يعني أو كثيرة جدا ما توجد إلا في غرب السودان أو في بعض مناطق السودان أخرى يعني في تونس ما يعرفوهاش. يعني كلمات كثيرة مثلا يعني زي ما قلت لك مرض أبو صفير يسموه صفيح، لا في ناس في لغة الدواوين الحكومية يسموه اليرغان أو الباين، لكن في بعض المرض يسموه صفير هو نفس المرض نفس المصطلحات يعني. أيوة نفس المصطلحات. بعدين في بعض المسميات في بعض الأشجار في بعض الأشياء في جنوب تونس هي نفسها. وبعدين زي ما قلت لك برضه في جربة، أنا مشيت جربة قبل كده لقيت في تشابه كبير حتى في نفس الملح في اللبسين أو الثوب السوداني ده في شيء قريب منه في جربة يعني. نعم اللباس التقليدي الرجالي زاد أنت لبس اللباس التقليدي الرجالي في السودان يتلبس في المناسبات في رمضان في خلال صلوات بهذه الصفة بهذه الصفة الجلابية والعمامة والملحفة في المناسبات الرسمية مثلا ماشي صلاة الجمعة ماشي المكتب ماشي زواج ماشي سفر او ماشي تقابل رسمي شخص رسمي يعني هو مشوار رسمي تلبس هذا زي بشهاده الصفه ومعه النعال يكون يسموه المركوب من جلد البقر او المركوب. ايوه من جلد البقر وجلد صعب انا الثعبان صح الثعبان هذا الثعبان صح ريت نعم شفت نعم هذه مكمل عامله رشاش عامله احنا نسميها ايوه الملفحه او الشال وهذه العمامه طبعا والعلم السودانيه.
هدية للمناسبات هذه. أيوة مناسبات ولل زي الناس الكبار يعني. ممكن تمشي بالعمل لكن لو مثلا العمل لازم تجي مكتمل بهذه الايام، ما تجي بالجلابيه فقط، لكن في البيت تكون انت قاعده بجلابيتك فقط وبطاقيه في الداخل يعني. المائده هذه تكون في الشارع للصائمين في مجموعات كما حكيت لنا قبيل نعم وقت المغرب نعم هذي الكل اللي نعم. حضروا السيده السودانيه يخرج نعم للشارع. نعم نعم قبيل المغرب السيده في المطبخ المسكينه تضحك تفتح وتدعى وتجهز وعندها يجوا الاطفال او الشباب يطلعوا هذه الفرش وينظفوا المكان يكنسوه ويجهزوا هذه الفرش ويجهزوا يعني حوافظ الماء الكبير الماء البارد ويحطوا مثلا مفارش الصلاة بعد الأذان أو قبل الأذان بعشر دقائق بخمس دقائق يجيبوا الأكل ويدوه في المواعيد وبعد ذاك الناس تيجي كلهم المسافر العابر الطريق ما عنده مثلا الأسرة كله كذا وهذا على مستوى الحياة على مستوى القرى القومية مثلا المسافرين في منطقة اسمها الجزيرة في رابطة بين الخرطوم ومدني عاصمتها مدني قرى كثيرة جدا عشرات القرى دائما وابدا درجوا على عادة يفتي بعد المغرب والمغرب بربع ساعة يقفلوا الشارع ما في سيارة تمر كل الحافلات والبصات والعربات الخاصة يوقفوا ويقولوا طفطف حتروح شيء مألوف وشيء عادي جدا يعني ممكن بعدين نرسل لك بعض المقاطع من هذه الممارسة أكيد أكيد نعم نعم. الجالية السودانية في تونس باش يكون عندها إفطار جماعي باش تلاقاو ناخذوا شوية فكرة على الجالية السودانية نعم. في تونس والله الجالية هي جالية نوعية ما كبيرة جالية يعني بعض السودانيين يشتغلوا في بعض المنظمات الدولية ويخدموا القطاع الخاص ما كثيرين فدرينا هنا دائما في السودان في بداية رمضان أو في الأسبوع الأول من رمضان نجمعهم هنا كلهم إفطار جماعي باعتبار أنهم سودانيين بعد ذاك في بعض الأسر المتيسرة برضو بيعمل إفطار بنفس المستوى بيدعو كل الناس يعني ونفطر يعني إفطار جماعي ومواقي السودانية هو أهم حاجة العصيدة والكسرة وبعد ذاك اللحوم الأخرى يعني دائما مواقي السودانية نعم احنا شنو نعم. نشوفوا السودان لكن في التونسي إذا ثاني رمضان نعم ثاني رمضان نعم شنو الأكلة اللي تحبذها موجودة في التونسي وسيدة فاطمة تحضرها تجي والله أنا عرفت أكلنا الكسكس لأننا عرفنا في موريتانيا فجينا هنا برضو وصلنا في نفس الشيء دائما الأكلات الكسكسي موجود بناكله. بعدين برضو يعني الشوربة على الطريقة التونسية عندنا السيدة جنات هنا وهي مساعدة هنا معنا تحضرها لين يعني ومرات كثيرة أشياء تونسية نقولها جيبيها لنا إحنا نعرفها مثلا القناوية البسباسي ده إحنا ما عندنا القناوي نعم والبسباسي برضو تضيفها لنا ما عندنا هناك في السودان تضيفها للمائدة بتاعتنا لأنه هي جزء من المائدة التونسية وعندها فوائد صحية كثيرة جدا أنا زيد ندعوكم باش تشوفوا المطبخ التونسي راهو ثري وثري جدا وكل ولاية عندها الميزات بتاعها وكل ولاية عندها الخاصية وعندها الطبق اللي خاص بها وأكيد سيدة فاطمة إذا باش تكتشف المطبخ التونسي شوالي وزوز كيف كيف السوداني والتونسي شوالي تحضر منه ومنه العلاقات التونسية السودانية هي ترجع إلى بداية الستينات في القرن الماضي يعني أول ما تونس استقلت طوالي بدأت علاقات يعني بين السودان وتونس وفتحوا السفارات في عهد المرحوم برقيبة وعهد المرحوم عبود في السودان بعد ذلك تطورت العلاقات يعني كان حتى في الثمانينات كان في الخطوط التونسية كانت تمشي الخرطوم أو خرطوم جدة تونس وكذا يعني بعد ذلك العلاقات طبعا عندنا اتفاقات مشتركة عندنا اتفاقيات يعني في شتى المجالات في التعليم العالي في الإرصاد الجوي على مستوى وزارة الداخلية على مستوى التعاون الثقافي على مستوى الفلاحة بين وزارة الزراعة في السودان وزارة الفلاحة هنا ونعم وكل هذه اتفاقيات وبروتوكولات موقعة وحتى عملنا لجان يعني لمتابعة مستوى التنفيذ وعندنا لجان لتنشيط هذه الاتفاقيات وحتى يعني قبيل الحرب كانت تلتقي في تونس وفي الخرطوم يعني فالعلاقات يعني ممتده جدا يعني بين السودان ما شاء الله وفي تعاون مثمر جدا في اطار الجامعه العربيه واطار الاتحاد الافريقي اقليميا وعلى اطار الامم المتحده دوليا يعني ودائما بننسق يعني ندعم بعض الرابعات في الترشيحات الدوليه بين تونس والسودان والجانب الثقافي ايوه الجانب الثقافي كنا اشتركنا في كذا من مسابقاتنا مهرجان قرطاج السينما الكذا حتى فزنا بجوائز يعني بعض الافلام القصيره وكذا يعني السودانيين شاركوا وفازوا بجوائز في تونس يعني نعم إذن المغرب احنا في تونس سيده فاطمه سعاد سفير نقولوا صحه شريبتكم نقول بالهنا الشيخ ان شاء الله وشهية طيبة ان شاء الله ان شاء الله نبداو بالتمر كما قلت ابشر بالخير يا مصيامك وفطور خير ابشر باليوم الهنا والخير وبلوغ الغصن بلا تاخير صائم رمضان ابشر بالخير اصمت فكر ايضا بالخير اصمت فكر ايضا بالخير مازلنا مواصلين
ضيافة دبلوماسي وإحنا في ضيافة سفير جمهورية السودان في تونس. وكما كنا شفنا المائدة الرمضانية في السودان، سعادة السفير وحرمه كانوا حضرونا في الأجواء الرمضانية، ومازلنا مواصلين مع الأجواء الرمضانية في السودان. سعادة السفير، يظهر لي الجانب اللي يجمع المسلمين الكل هو الجانب الروحاني، صلاة التراويح هو الجانب الروحاني في رمضان، لكن بعد صلاة التراويح هناك زيادة أجواء رمضانية خاصة بالسودان. نعم، زي ما قلت لك، رمضان هو رمضان يعني شهر مميز وعنده نكهة خاصة جدا، وفيه حتى سلوك الإنسان وتصرفاته تختلف. يعني فزي ما قلت لك، بعد النهار الطويل من الصيام وبعد ذلك الإفطار وصلاة التراويح، العائلة تجتمع والجيران يتقوا ويسهروا يعني إلى وقت مناسب، الساعة 11 منتصف الليل يتعشوا، وبعد ذلك يلتقوا دائما يناقشوا مشاكلهم في الحي وكذا. وفي بعض البيوت الصوفية أو بعض المساجد أو بعض الزوايا أو التكايا عندهم نشاط يعني اسمه المدائح النبوية والهازي والرشيد، دائما أبدا يلتقوا يعني ينشدوا، وفي دروس دينية دائما، دروس الدينية برضو مهمة جدا تقوم بعد صلاة الظهر ما بين صلاة المغرب والعشاء، أقصد من العشاء إلى ما بعد يعني العشاء وقليل بعد ذاك بالنهار يعني. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين رسول، إن صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والمقام يطول. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. في حلقات في المساجد في الزوايا حتى في الشوارع برضو بعض الناس يعني يأخذون هذه الله، لكن الجو العائلي في رمضان ظاهر جدا يعني، دائما أبدا الأسرة تجتمع وتلتقي والجيران كذلك يعني، جو حميمي جدا الجو يعني. الشاي والقهوة من الأساسيات للسهرة الرمضانية جدا أساسا، القهوة بالذات عندها رواج كبير جدا في رمضان يعني، وكذلك الشاي يعني. يعني ما زي كنت واصل عندكم الشاي الأخضر، لكن إحنا ما عندنا الشاي الأخضر، ثقافة قليلة يعني ما كثيرة، بس الأحمر والقهوة. نعم نعم، إحنا نقول قهوة عربي مثلا البن ويكون بالهيل. نعم بس نعم نعم، قهوة إحنا نقول تركي. نعم تركي. نعم تركي. إحنا نقول لنفسها هي نفسها. هي نفسها. نعم. الحلويات سيدة فاطمة، الحلويات أنتم عندكم زليبي تختلف شكلا على زليبي بتاعنا، والبسبوسة هذوما من الحلويات اللي تحضرهم السيدة السودانية في دارها للسهرات الرمضانية. نعم، عندنا الزلابية وعندنا ثاني في يعني بعض الحاجات الثانية، مثلا عندنا أم علي برضو بنعملها، لكن ما كل الأسر يعني، في بسيطة. ودي البسبوسة اللي هي شائعة يعني برضو في رمضان، وبتتأكل مع الشاي بعد الفطار طوال يعني، ممكن يأكلوها بعد العودة من صلاة التراويح تكون السهرة بالحلويات هذه. وفي حاجة المهلبية لو بتعرفيها، الرز نحن بنقول لها رز باللبن، برضو في واحدين بيعملوها، لكن ذيل بيأكلوها بعد الـ يعني الـ في السحور. السحور السحور والكنافة برضو عندنا نسيتها. أيوة عندنا الكنافة برضو مميزة يعني، نعملها فيها الصبايع وفيها الثانية. وفي السحور تكون مائدة كيف ما في مائدة الإفطار، وإلا كل ناس بحالهم يعني، ما كل الناس بتكون. السحور دائما رز بلبن أو شعيرية أو حاجة خفيفة يعني، لكن في ناس يشربوا القهوة حتى في السحور والشاي أيضا. نعم، لكن في الأغاليم يأكلوا ماء طبيعية عادية، يأكلوا عصيدة، يأكلوا كسرة كده، لأنهم هناك في الأغاليم السهرة أقل شوية، فالواحد بيكون نام مدة طويلة بعد ذلك بيكون بيسحر، بيأكل أكل وجبة كاملة وبعد ذلك خلاص ينطلق يمشي يصلي الصبح والفجر ويمشي شغله ما ينوم تاني يعني، فلازم يأخذ وجبة يعني
تكون فطر بس وسحر يعني ما في في النص عشاء فعشان كذا بياكل حق العشاء ده بياكله في السحور في السحور. وفما سهرات رمضانيه خلاف المذائح اللي حكينا عليها والجانب الروحاني ذيك، فما سهرات ثقافيه مهرجانات؟ اكيد اكيد نعم، ما يتوقف العمل اصلا يعني المهرجانات الثقافيه دائما يعني فيها تكون، وما دام مرتبطه ببعض الانشطه الاخرى عندنا حي اسمها كسوه العيد، وعندنا برضه شيء اسمه يعني هو اللي قلت الافطار الصائم، الناس يعني تجمع هذه الاشياء غير بتاع المصالح الحكوميه، يكون يعني زكوات جمعيات خيريه حتى افراد يطلعوا هذه الزكوات ويجهزوها ويقسموها على المساكين يعني، وبالتالي يكون في مهرجانات بتاعت يعني عمل او تجهيز او شيء من الناس عشان يدفعوا عشان يتبرعوا كذا، ورمضان دائما شهر خير، الناس يعني فعلا بيكونوا سخيين جدا ووقتوا اخراج زكواتهم في رمضان يعني، فبكون عمل خير زائد جدا يعني في رمضان بالذات، الناس بيستشعروا يعني حاجه الاخرين في الاكل والشرب والملبس. التحضيرات بالنسبه لعيد الفطر والتحضيرات بالنسبه للمراه السودانيه وتحضيرات على مستوى المجتمع كيفاش تكون في اواخر رمضان؟ طبعا يعني كسائر الدول الاسلاميه دائما ابدا يعني قبيل العيد باسبوع وعشره ايام تقوم تزدهر الاسواق وتقوم تشتعل الاسعار والاطفال يهيئوا نفسهم لشراء الحلوى والملبوسات والاحذيه وكذا، وحتى البيوت يعني النساء يشتغلن بحيث من الخبائز يشتغلن الكيك والكعك والمخبوز ايوه نعم حلويات خاصه بالعيد نعم ده كله بنعمله للشاي وبنعمل الكعك وبنعمل الديكور برضه كل هذه بنعملها في البيوت يعني في البيت ما زال الى حد الان العاده هذه مش يشتريهم من السوق هسه واحدين بيشتروا واحدين بيعملوا في بيوتهم لكن الافضل انك تعمل في البيت فلو انت قادر تعمل في بيتك احسن يعني ممكن تشتري شويه وتعمل في البيت شويه فهي يعني دي متزامنه مع العيد يعني قبل العيد باسبوع الناس كلها بتكون دار تخبيز بنسميه الخبيزه نحن شكرا لك سعادة السفير وشكرا لك سيدة فاطمة على حسن الاستقبال في ضيافة دبلوماسي كنا متواجدين في مقر إقامة سفير السودان في تونس هوني نحب نشكركم برشا على الحفا ونحب نشكركم برشا على هالجولة وهالرحلة اللي عشنا من خلالها الأجواء الرمضانية في السودان الشقيقة إن شاء الله أنتم زيدة السيدة المشاهدين كنتوا خذيتوا لمحة على الأجواء الرمضانية في جمهورية السودان حاولنا هي لمحة صغيرة من أجواء وعادات كبيرة برشا حبينا نطلوا من خلال برنامج في ضيافة دبلوماسي على البلدان العربية والإسلامية خلال شهر رمضان خلي لك كلمة الختام شكرا جزيلا مرة أنا بظن أشكركم يعني شكرا جزيلا على اختياركم لنا بعثة للسودان يعني عشان تعكسوا للشعب السوداني للشعب التونسي الشقيق يعني حياة رمضان في السودان باعتبار السودان برضو أيضا يعني بالنسبة لتونس الشعب الشقيق وتشابه في كثير من النواحي يعني. وقبل ما أغادر هذه المحطة لابد أذكر بخواتيم شهر رمضان، هناك عندنا العيد بتاع رمضان برضو عنده طعم خاص، الناس اللي يشتغلوا في الحكومة ويشتغلوا في القطاع الخاص وكذا في قبيل العيد بثلاثة أربع أيام كلهم يسيبوا العاصمة ويسيبوا المدن ويمشوا الأرياف ويمشوا الأهل، شيء مهم جدا عشان تجتمع الأهل، عندهم شيء أساسي جدا يعني الأم لو أبوها ولدها ما جاء أو ابنها أو بنتها تشعر كأن عندها يعني حزن او بيت يعني فيه حزن فيه كآبه، لكن لما الولد يجي العكس تماما البيت ينقلب الى فرح وينقلب الى يعني مرح وكذا والاهل كلهم يتواصلوا وكذا، فلازم العيد يختم بتواصل الاهل القريب يروح للبعيد وكذا نعم ان شاء الله. سيده فاطمه اذا توجه كلمه جايتكم لينا وفرح يعني فرحتونا كثير يعني فكانت يعني زياره مميزه وان شاء الله يعني الاعياد كلها تكون يعني فرحه وان شاء الله تكون يعني في النهايه الناس تتقي كشعوب يعني هي شعوب واحده بس الفاصله الا الحدود بس ان شاء الله تكون الحدود بذات الزول ونحن نبقى شعوب واحده ان شاء الله اكيد واحنا نقولوا رمضان سيده فاطمه على اللمه واحنا نحاولوا المره هذه مش نلموا الديار ولا نلموا الجيران كهو نحبوا نلموا الشعوب الكل ونحب نقولوا من خلالكم احنا زاده السفراء للعادات والتقاليد بتاع البلدان اللي باش نزوروها كل كيما اليوم زرنا السودان مرحبا بكم شكرا والله يعني احنا نتمنى نكون عكسنا شيء من المفروض يعكسوا الشعب
الشعب التونسي ياخذ فكره عن يعني حياه الشعب وصديقه الشعب السوداني يعني. حبينا نجيبوا معنا شويه حلويات تونسيه. مشكورين لا جدا اكيد. زيدا تتعرفوا على الحلويات. فاطمة هدية باقة ورد ليك أنت على المجهودات. شكرا شكرا جزيلا. حضرتهم لنا على المائدة الإفطار السودانية اللي خصيتنا فيها وخليتنا من خلالها نزوروا السودان والأجواء الرمضانية في السودان. شكرا جزيلا. ربي فضلك. شكرا شكرا. أو في قناة حلبة على إن شاء الله تكونوا عديتوا سهرة حلوة معنا في برنامج في ضيافة دبلوماسي في عددها الأول اللي حاولت تهزكم في رحلة إلى جمهورية السودان من خلال الأجواء الرمضانية والمائدة الرمضانية والعادات والتقاليد في هذا البلد. إن شاء الله نكونوا عند حسن الظن وإن شاء الله نكونوا قد الأمانة باش نوصلوا لكم الشعب السوداني وأجواءه وخاصة في هالشهر الغليل. نتلقى في حلقة قادمة ورحلة أخرى وبلد.